السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأمني أمن الوطن. ونبدأ حلقتنا لهذه الليلة بأبرز العناوين. مأرب تحلق بجناحي النجاح في جبهات الحرب والنار وفي واحة التنمية والإعمار. استعدادات واسعة للاحتفاء بالعيد 61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. ارتياح شعبي لدى المواطنين من الأداء الأمني لشرطة مدينة عتق في محافظة شبوة. جهود متواصلة للعيون الساهرة في المنافذ البرية للبوابة الشرقية في الجمهورية اليمنية. حرصا من وزارة الداخلية بالجمهورية اليمنية لتعزيز بيئة عمل توفر الخدمات بصورة سهلة وميسرة، وإيجاد بيئة تقنية متوافقة مع رؤية الوزارة وتسهل عملية التواصل الخارجي مع المواطنين والتواصل الداخلي لمنتسبيها، عملت الوزارة على تطوير العمل في البوابة الإلكترونية عبر إنشاء خدمات جديدة ونوافذ موحدة تخدم احتياجات الزوار من المواطنين وتطلعات منتسبي الوزارة. تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطوير البوابة من خلال عكس هوية الوزارة في تصميم تفاعلي أكثر ديناميكية يواكب العصر عن طريق توفير أحدث التقنيات لتصبح أكثر تنظيما ومرونة، وتوفير الوقت للوصول السريع للخدمات وفق الأجهزة المتاحة للمستخدمين. ويجري العمل على تطوير البوابة لتضم جميع الخدمات التي تقدمها مصالح وفروع الوزارة بالمحافظات التي تخدم المواطن في الداخل والخارج، وكذا الوافدين والزوار لبلادنا. امسح الكود للدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو القلوب ويسري الزمن. لنساهم معا في إنجاح الحملة الوطنية الطارئة للتلقيح ضد مرض الحصبة، والمقرر تنفيذها من 23 وحتى 28 من سبتمبر الجاري، حيث تستهدف الحملة الأطفال دون السن 5 من العمر حتى لمن سبق تحصينهم. دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان تدك الظلم تأتي بالمحال. جاءت ثورة 26 من سبتمبر الخالدة لتلغي إرثا تراكميا لعقود من تلك الحقبة المثخنة بالجهل والامتهان، حينما حاولت سلطات الأئمة جاهدة على تكريسه في ذهنية الإنسان اليمني طيلة فترة حكمها الممتد لعقود من الزمن. التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي. تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال. تعتبر ثورة 26 من سبتمبر 62 إحدى أهم الثورات اليمنية الخالدة التي اندلعت شرارتها كقرار شعبي خالص للتحرر من أسوأ العهود الظلامية المتخلفة التي مر بها اليمن، والتي كانت تحكمه واحدة من السلطات الإمامية المتعاقبة خلال فترات متفرقة منذ أكثر من 1000 عام، حيث تعتبر تلك الحقبة من أسوأ الحقب التي مرت بها البلاد جهلا وتخلفا وظلما واستبدادا.
26 سبتمبر الثورة العظيمة، الثورة الخالدة. لا يمكن أن نتكلم عن عظمتها وقوتها كذا إلا إذا ذكرنا التاريخ أو المراحل التي مرت بها هذه الثورة والوضع الذي كان يعيشه الشعب اليمني قبل هذه الثورة المباركة. من المعروف أن النظام الإمامي كان قائما على الطبقية أو التميز الطبقية، أولئك زنابيل وأولئك قناديل وكذا المسميات، وأن هناك فئة يعني كأن الحكم الإله أو من الإلهي أعطيت إليهم دون غيرهم. هذا جعلهم يتصرفون مع الشعب اليمني على هذا الأساس. وتصور إذا كانت فئة مميزة يعني أو مجموعة قليلة في البلاد تريد أن تحكم بهذا وتستولي وعلى كل الثروات وكل أملاك الوطن بحجة أنها إيش؟ أنها أتى بها إلى الحكم أو إلى السلطة هذه إلى حق إلهي من أرحم الراحمين يعني، وحاولت أن تغرس بالشعب اليمني هذه الفكرة. ولذلك اتخذوا أساليب. الأساليب هذه هي أولا جهل هذا الشعب أو تجهيل هذا الشعب أو التعمد على أن يجعل الشعب جاهل، بحيث أنه إذا الشعب تنور وتعلم وكذا فهم بعد ذلك أن ليس هناك حق إلهي في الحكم لأي فئة من الفئات، الأقدر والأقدر والأكثر شعبية وأكثر يعني رواج في الشعب هو الذي مفروض يحكم البلاد. صنعت ثورة 26 من سبتمبر فارقا جوهريا في بناء العلاقات المجتمعية وإلغاء الفوارق الطبقية التي كانت سائدة نيبان فترة حكم الأئمة، وفتح الباب أمام الجميع مضمارا للتنافس على أساس العلم والمعرفة التي غيبها الأئمة طيل فترة حكمهم، مكرسين الطبقية والسلالية والدوران حول السيد والإمام والتسليم له بكل شيء، بعد أن حول البلاد الخاضعة لحكمه إلى إقطاعية خاصة به وبأسرته استغل فيها الأرض والإنسان. الانقلاب الحوثي الإرهابي جعل من ثورة 26 من سبتمبر عقيدة راسخة لدى اليمنيين، فهي النور الذي بدد ظلام ذلك الكهنوت الذي تجدد على أيدي الحوثيين، وهي الحرية التي بددت ليل العبودية والظلم والكهنوت والرجعية والتخلف والجهل التي ضربت أطنابها في مناطق واسعة من الوطن اليمني خلال قرون من حكم الأئمة، فلم نكن ندرك حقيقة ذلك حتى أثبت لنا كل ذلك الحوثيون بكل قبحهم واقعا معاشا. من أين بدأت الثورة؟ بدأت من المتنورين الذين ذهبوا إلى مصر ورأوا العالم وبدأوا يتعلمون يعني وأوفدهم الإمام من أجل إيش؟ من أجل كان يعني تحسين مظهر حكمه، ولكن انقلب السحر على الساحر فعادوا ورأوا الناس ورأوا التعليم ورأوا كذا، ثم فكروا بنظرة بلدهم يعني، فبدأوا لتخطيط للثورة المباركة ثورة 26 سبتمبر. طبعا سبقت هذه الثورة ثورات قديمة، اللي ثورة 48 وثورة 55، وكلها كانت يعني لم تكن بالتخطيط الكامل، لكن 26 سبتمبر الحمد لله نجحت وبدأ الشعب اليمني ينهض، بدأ الناس ترى النور، بدأ التعليم، بدأت المدارس، بدأت الطرقات. يعني أنت لو تنظر إلى التاريخ ورأيت الطرقات والمدارس والمستشفيات وهذه المشاريع التي وجدت، ما وجدت إلا بعد الثورة. جاءت ثورة 26 من سبتمبر لتلغي إرثا متراكما لعقود من تلك الحقبة من التجهيل والامتهان، حاولت سلطات الأئمة جاهدة على تكريسه في ذهنية الإنسان اليمني
طيلة فترة حكمها الممتد لعقود كثيرة قبل أن تباغتهم الثورة وتعصف بكل ذلك الإرث البغيض وتلقي به في مزبلة التاريخ واضعة على أنقاض الحكم الإمامي البائد اللبنات الأولى لمشروع النهضة والجمهورية متطلعة إلى مستقبل مشرق وغد أجمل وإلى دولة القانون والعدالة التي تكفل الحقوق ويتساوى في ظلها أبناء الوطن الواحد. أنت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، أنت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق البغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق البغي تدك الظلم تأتي بالمحال. هدم الشعب السجون ووقور المجرمين، هدم الشعب السجون ووقور المجرمين، ومضى يحمل علينا، ومضى يحمل علينا، ومضى يحمل علينا، ومضى يحمل علينا. انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، أسحب البغي تدق الظلم تأتي بالمحال. عندما انتفشت ميليشيا الخراب والدمار والإرهاب الحوثية وظن داعموها أنهم ابتلعوا اليمن، طرحتهم مطارح مأرب أرضا ورفعت علم الجمهورية اليمنية عاليا خفاقة يستحيل إنزاله، فكانت مأرب لليمنيين جنة سبأ المستعادة، وكانت للمعتدين جحيما ونارا. يوم انتفشت ميليشيا الإرهاب الحوثي وظن داعموها أنهم ابتلعوا اليمن، طرحتهم مطارح مأرب أرضا ورفعت عاليا علم الجمهورية الذي يستحيل إنزاله، فأوى إلى علم الجمهورية ومأرب الحرية الأحرار، فكانت مأرب لليمنيين جنة سبأ المستعادة، وكانت للمعتدين جحيما ونارا. ومن طلائع المقاومة الشعبية ونواة الجيش الوطني في جغرافيا مأرب، تشكلت طلائع التحرير التي لم تلبث أن طرقت بوابات صنعاء صانعة ملحمة خلود سيسجلها التاريخ، وستحتفظ بتفاصيلها رقعة الجغرافيا، خصوصا تلك الجبال الشاهقة التي تسلقها الأبطال في عمليات كانت في نظر الميليشيا وداعميها المستحيل عينه. ففاجأهم الأبطال وهم يطرقون ببطولاتهم بوابات عاصمتهم قبل أن يتبدل المسار لأسباب خارج نطاق ميدان الأبطال ومسارهم، وسيعود الأبطال لتحرير عاصمتهم طال الزمن أو قصر. وما بين تقدم مأرب نحو صنعاء لتحريرها وشموخها في وجه الجموع التي ترسل للاعتداء عليها، ما بين مشهدي البطولة، تظل مأرب الرعب المكتمل بالنسبة لميليشيا إيران الإرهابية، حيث في قبائلها ومسؤوليها ألف سلطان، وفي جيشها ألف شدادي
وفي أمنها 1000 شعلان، ولأن مأرب مرغت أنف المشروع الإيراني في التراب، دخلت إيران على خط معركتها بشكل مباشر في الإعلام وعلى الأرض، فعاد إيرلو وخبراء إيران وضاحية لبنان في صناديق بعضها يحتوي أشلاء وأخرى مغطاة بالصور ولا يملأها سوى الهواء، فلم يبق من القادمين المدفوعين بالحقد الخميني سوى صورة على نعش خشبي. العجز الميليشاوي عن تدنيس مدينة مأرب رغم دخول داعميهم على خط المعركة بشكل مباشر دفع الحوثيين لمحاولة ضرب مأرب من عمقها، فحاولت خلاياهم الإرهابية دخول مأرب على شكل مجاميع من الذكور، فجاءت النجاحات الأمنية لتؤكد لهم أن كيدهم ليس شيئا مذكورا، فأعاد الإرهاب محاولاته عبر إلباس الذكور لباس النساء، فأثبتت اليقظة الأمنية أن الكيد الدنيء هباء. ولأن السقوط الحوثي لا ينتهي عند قاع، استخدم الحوثيون النساء في مجتمع يحتفظ للمرأة بمكانتها الخاصة، فجندوا النساء ضمن خلايا إرهاب وزراعة متفجرات، ومرة أخرى سقطت الخلايا، ولا يفلح الساحر الخميني حيث أتى. ومن تحليق مأرب بجناحي النجاح في جبهات الحرب والنار والنجاح في واحة التنمية والإعمار، تقدم مأرب الإثبات العلمي أن الأقزام أقل من أن ينالوا من عمالقة مأرب، وأن الخمينية أحقر من أن تبتلع مهد العرب، وأن من يقصدون مأرب بسوء يحترقون في صحرائها أو يغرقون في سدها، أو تظل بقاياهم في الجبال شاهدة أن مأرب التي فتحت قلبها للقادمين إليها سلما لا تفتح سوى القبور لمن جاءوها معتدين. إلى كل هؤلاء الذين يعتبرون تفجير الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والإعلاميين ورجال الأمن أنه تقرب، بل إجرام وإرهاب لا علاقة له بالدين ولا بالإسلام، معا ضد الإرهاب. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو القلوب ويسر الزمن. أما في البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية محافظة المهرة، تواصل فيها العيون الساهرة جهودها الأمنية العظيمة في تأمين ميناءي صرفيت وشحن الحدودي الرابط بين بلادنا وسلطنة عمان الشقيقة. على امتداد المنافذ البرية المترامية الأطراف في البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية محافظة المهرة، تواصل العيون الساهرة أداء مهامها الأمن في تأمين ميناء الشحن البري الرابط بين بلادنا وسلطنة عمان الشقيقة وتسهيل الحركة التجارية الواصلة والمغادرة من اليمن. هناك مهام كثيرة، أولها البوابة، في هنا حق الممارة تفتيش أي واحد دخول، سواء كان العمال اللي في الساحة والمخلصين اللي داخل الجمارك، وفي داخل الساحة تفتيش على الاشتباه القاطرة عند دخول القاطرة إلى الجهاز، أي فيها اشتباه شكلها لجنة الأمنية بمحافظة المهرة المصغرة دي تضمن الأمن عام والأمن السياسي والاستخبارات والأمن القومي والحماية. احنا نتعامل كمسافرين، كنا واجهة الدولة، نتعامل بكل التسهيلات وكل الترحيب. نشكر قيادة السلطة المحلية المتمثلة بالأستاذ محمد علي ياسر على الدعم السخي للمنفذ ووزارة الداخلية، حيث يقوم بمهامه الأمنية يعني في استقبال الزوار وترتيب الدخول والخروج وضبط المخالفين وضبط الممنوعات في منفذ صرفيت وترتيب الإجراءات الأمنية في المنفذ بالتنسيق مع إدارة جمرك منفذ صرفيت، التنسيق مع موظف الجمرك في البوابة الغربية، وتتم الإجراءات الاعتيادية.
الجهود الأمنية والنجاحات الكبيرة التي تحققها العيون الساهرة في تأمين ميناء الشحن البري لا تقل أهمية عن المهام والواجبات والأدوار الوطنية التي تؤديها قوات الأمن الخاصة مع منتسب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في منفذ صرفيت الحدودي. طبعا المنفذ يعمل كغيره من المنافذ على مدار 24 ساعة يعني من خلال النوبات، وتكون الإجراءات بشكل سلس مع المسافر، يعني إدخال البيانات، عمل الصورة للمسافر وإدخال بصماته، يعني البصمات الذي هو يستحق البصمات يعني من غير الأطفال والنساء وكبار السن يعني، وبشكل سلس ولا توجد أي عراقيل يعني. ما تحققه العيون الساهرة في ميناءي صرفيت وشحن الحدود بمحافظة المهرة من مهام وإنجازات أمنية عظيمة لاقت ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين الوافدين والمغادرين من اليمن. أنا بالنسبة لي أول مرة أسافر على شحن، دائما أسافر مصر، بس شفت معاملة طيبة مرة، يعني سرعة الإجراءات ما يأخرون، يعني سافرت عدة منافذ عدة مطارات، انا صدق يعني حدود 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير، كانت الزحمه طابور، بس الاول يمشي خلاص. بالنسبه للتسهيلات التي قدمت لكم كونكم مسافرين، التسهيلات كل شيء، هي السرعه اهم شيء، لان المسافر يبغى يوفر الوقت، السرعه اهم شيء، وهنا الحمد لله يعني نجزونا سرعه، ما تاخرنا، سلم وسلم كذا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، انا احمد صالح السالمي، مقيم في سلطنة عمان. طبعا الاجراءات هنا تمام، يعني ما فيها اي عراقيل ولا خدمات، تمام. انطباعك من الاجراءات والتسهيلات؟ انطباعات جيده، الاجراءات مسهله، الامور على ما يرام، تمام. تلك المهام والواجبات الأمنية العظيمة التي تؤديها عيوننا الساهرة في البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية تضاف إلى رصيد قيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية الحافلة بالإنجازات والنجاحات الأمنية المتواصلة. من خلال هذه الجهود العظيمة والوطنية التي تبذلها العيون الساهرة هنا في منفذ شحن البري الرابط ما بين بلادنا وسلطنة عمان الشقيقة، تؤكد استمرارها في الحفاظ على أمن واستقرار وسكينة الإخوة المسافرين والزائرين. لبرنامج أمن الوطن، رفيق السامع من منفذ شحن البري محافظة المهرة. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسقي الزمن. ارتياح شعبي كبير للأداء الأمني والعملي الذي تبذله قيادة شرطة مدينة عتق في محافظة شبوة، حيث انعكس تجسيد التعاون الأمني الملحوظ والإبلاغ عن الحالات المسببة لإقلاق السكينة العامة والأمن والاستقرار. خدمة المواطن وتوفير له الحماية الأمنية هي المهمة الأولى التي وجد من أجلها رجال الشرطة، فاستقرار الحالة الأمنية مقياس لنجاح القسم واجتهاد أفراده للوصول إلى أعلى مقياس درجات أداء الواجب، وهو ما جسده فعلياً قسم شرطة عتق وأصبح نموذجاً للأقسام الأمنية الأخرى. نحن في محافظة شبوة، شرطة عتق نقوم في استقبال شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم والوقوف إلى جانب المظلوم ورجاع الحق إلى صاحبه بعون الله سبحانه وتعالى. وأيضا تم تخصيص رقم مجاني لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 199 لتسهيل وصول بين الرجل الأمن والمواطن. عند حدوث أي بلاغ في حارة في شارع في أي مكان يقوم بيتصل على 199، هو رقم مجاني طبعا، وتكون بياناته محفوظة عندنا وسريته تامة. وكذلك نعاني من ظاهرة حمل السلاح في عاصمة المحافظة، وكذلك انتشار المخدرات، وكذلك انتشار السرقات. نتمنى من المواطنين الوقوف معنا وإلى جانبنا ونحن في خدمتهم. حالة من الارتياح العام لدى المواطنين من الأداء العملي لشرطة عتق، وهو ما تجسد فعليا من خلال التعاون الأمني الملحوظ والبلاغ عن الحالات المسببة لإقلاق السكينة العامة
والمساعدة في تثبيت الأمن والقبض على المطلوبين باتت مهمة مشتركة بين المواطن ورجل الأمن. أنا في إدارة الأمن طبعا، ما شاء الله تبارك الله، يعني جينا عندهم ومعنا قضية بصراحة يعني تقبلوها، وما شاء الله الفندم خالد صالح ويحيى برضه سحبول ما شاء الله، والزملاء جميعا يعني تجاوبون في القضايا وحل المشاكل، بصراحة لهنيهم ونشكرهم على هذا الخطوة الطيبة، ويعني للأمانة يعني يحاولون يغاربون الأمور وما يشعبونها لأكثر من حجمها. رجل الأمن طبعا مهم جدا ودوره هام جدا في أمن واستقرار الأمن في المحافظة وتثبيتها أيضا، ويجب أيضا أن يتم تقديره واحترامه وأن يتم إعانته من قبل المواطن. أيضا رجل الأمن لابد أن يكون للمواطن الأذن السامعة واللسان الناطق في إعانة المواطن. عملية تطوير شاملة شهدها قسم مدينة عتق، وتنظيم العمل من خلال تفعيل المكاتب وإحالة القضايا إلى النيابة العامة وتنفيذ أوامر الإفراجات وأرشفة البيانات، كل ذلك جعل من قسم شرطة عتق مصدر حقيقي لأمن المواطن. الأمن والشرطة في خدمة المواطن. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسقي الزمن. أما في نافذتنا القانونية لحلقتنا لهذه الليلة، نتعرف وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عن الإجراءات القانونية المتخذة عند ضبط الحدث في حالة الانحراف أو الخطورة الاجتماعية. قانون رعاية الأحداث، الإجراءات المتخذة عند ضبط الحدث في حالة الانحراف أو الخطورة الاجتماعية. إنذار وإشعار وليه عند ضبطه في حالة التعرض للانحراف للمرة الأولى من قبل النيابة، وعند التكرار أو عند تخلي وليه، أو إذا كان لا يقيم في مكان معلوم أو في حالة الخطورة الاجتماعية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. إجراءات جمع الاستدلالات، يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعقبهم، وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهة المختصة. امسح الكود للدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسقي الزمن. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى مطاف نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأمني أمن الوطن، والذي تنتجه وتعده الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية. شاكرين حسن الإصغاء والمتابعة، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين، حفظ الله الوطن وأبطال أمننا البواسل.